خلاص منتخبنا دخل معسكر مغلق وده استعدادا لمباراه السنغال، بغض النظر عن القايمه مين موافق على لاعب مين رافض، كل الكلام ده احنا كلنا ورا المنتخب وهنشجعه يوم الجمعه ويوم الثلاث ان شاء الله، وباذن الله هنفرح كلنا بالصعود لكاس العالم. خلونا نطمن على المعسكر واحوال اللاعبين وازاي كارلوس كيروش بيفكر في هذه المباراه. معانا على تليفون احمد عبد الباسط الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا احمد. كل برحب بيك يا شاذلي وبرحب بجمانه وبرحب بكل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك، طمنا على المعسكر، هل المعسكر منتظم كل اللاعبين موجودين؟ والله خليني اقول لك ان كل اللعيبه خلاص انتظمت موجوده بانضمام اخر لاعب وهو محمد صلاح، ومحمد انضم في اول يوم يعني ما تاخرش كتير، ما كانش لعب الماتش الاخير تم استبعاده من قائمه ليفربول في كاس الاتحاد، كان هو وساديو ماني طبعا الراجل استبعدهم يورجن كلوب بحيث ان هما الاثنين يبقى عندهم امكانيه وافضليه، يبقوا الاثنين جايين الماتش فايقين قصاد بعض. نفس الوقت صلاح برضو كان بطمن الناس، علشان كانت الناس اتكلمت على انه صلاح مصاب، انه صلاح ممكن يبقى فيه مشكله علشان كان فيه اصابه ليه في ماتش ارسنال، لكن لا تواصلت مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، محمد صلاح جاهز بنسبه 100% انه يبقى موجود في المباراه، ان هو يقود المنتخب. لا صوت يعلو فوق انه الناس كلها عايزه تحقق الحلم داخل منتخب مصر. كارلوس كروش شايفينه من التويتات اللي بيعملها نفس الكلام اللي بيقوله في التويتة، هو اللي بيقعد يقوله مع اللعيبة انه المرحلة خلاص اللي كنا فيها عدت، وصلنا لمرحلة الجد، وصلنا لمرحلة انه عندنا مباراتين ماتش ذهاب وماتش عودة نقدر نحسم فيهم، بغض النظر عن ماتشات بطولة الأمم الإفريقية لما لعبنا السنغال في النهائي كنا واصلين للنهائي بعد ثلاث أربع مباريات لعبناهم بضربات جزاء بعد مباراة زيادة عن منتخب السنغال لو تفتكر، بعد يوم أقل في الراحة قبل المباراة النهائية. كل دي إن شاء الله تبقى عوامل لصالحنا، لكن كروح للعيبة، اللعيبة كلها محمد صلاح اتكلم مع اللعيبة امبارح هو وكروش واتكلموا مع اللعيبة على إنه ما فيش قدامهم حل يعني أو ما فيش قدامهم هدف غير الفوز. صحيح. لإسعاد كل الجماهير، كمان أنا بقول لك إن الروح عالية جدا داخل معسكر منتخب مصر، التركيز عالي. المنتخب اشبه بسكن عسكريه، ممنوع الدخول، ممنوع اي حد يقرب من المنتخب، اللعيبه مركزه جدا، التدريبات مغلقه بطريقه انت مش متخيلها، الراجل فرض سريه تامه كمان على التدريبات، الراجل بيتعامل ده كلام جميل جدا. الراجل بيتعامل هو الراجل عنده خبرات قبل كده، وصل كاس عالم اكتر من مره، فعارف ان كيف تدار هذه الامور، وعارف انه ان شاء الله ان احنا نقدر برغم الغيابات الكتير اللي عندنا، يعني الناس برضو مش واخده بالها ان واقع مننا احمد حجازي واقع مننا اكرم توفيق، اثنين من اهم اللعيبه. طيب احمد، بما ان انت بقى تطرقت للنقطه دي، يعني احنا زي ما انت قلت في غيابات وفي اصابات، يعني سؤالي ليك، هل اصابات الجوله الاخيره سواء كانت الدوري او المشاركات الافريقيه هل غيرت وجهه نظر المدير الفني، دفعته على الاعتماد او دفعته الاعتماد على لاعبين مختلفين مثلا؟ ده حقيقي بالظبط يا جمانة، يعني هو السؤال مهم وسؤال كويس، انه هل فعلا الاصابات اللي كانت جت في الجوله الاخيره بالدوري امثال محمد هاني ومن قبلها بماتش كان مهند لاشين شويه، مهند لاشين خلينا اقول لك انه اصابه على جانب فني، يعني مستواه الفني ما كان متذبذب شويه بجانب بعض الالام اللي عنده، فالراجل كان متحمس ان هو يستخدم بديل وهو دونجا لاعب بيراميدز. في الناحيه اليمين برضه هو استبعد محمد هاني للاصابه، والتواصل الطبي بين الجهازين للاهلي والمنتخب اكدوا ان محمد هاني ما يقدرش يلحق المباراه الاولى، فالراجل فضل ان هو ما ياخدش محمد هاني وفضل انه ياخد عمر جابر كمان. عمر جابر هو بيقدر يستغله في اكتر من مكان، في نص الملعب يقدر يستغله، ناحيه اليمين يقدر يستغله، فده كان ليه الافضليه. دول اهم اصابتين هو الراجل يعني كان مستبعدهم علشان خاطر ان هو ما يجازفش بالمستوى بتاعهم داخل منتخب مصر، لكن على باقي اللعيبه لا، اللعيبه تمام. احنا حتى الاصابات القديمه سواء اكرم توفيق او سواء حجازي، البركه في عبد المنعم وعمر كمال اللي هم لعبوا بطوله الامم وشرفونا في البطوله بصراحه وكانوا من اكتشافات البطوله، فالواحد مش قلقان من 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 المكان ده، لكن في المجمل العام خليني اقول لك انه بالنسبه للعيبه وبالنسبه لمنتخب مصر كروش كمان قال لهم انتوا هتلعبوا على مسرحكم، يعني انتوا هتلعبوا على ملعبكم قدام الجمهور، فمطالبين بانه الملعب ده المفضل ليكم، مطالبين ان انتوا تقدموا حاجه تحسم الامر كله من هنا من القاهره، لانه مباراه دكار هتكون صعبه جدا. طبعا سافرنا السنغال قبل كده وعارفين الاجواء ونفس الاجواء اللي كانت في الكاميرون،
ودي مباراه صعود كاس عالم. زي ما انت قلت دايما لما بنكون هنا وبيكونوا وسط المشجعين ووسط المصريين الموضوع بيفرق كتير جدا. استاد القاهره احنا بنشوفه وبنسافر وعارفين مع منتخب، هو بالنسبه لكل المنتخبات هم بيقولوا ان ده ملعب الموت بالنسبه لهم، الملعب بالنسبه لهم كروح وحماس سواء داخل الملعب على النجيل الاخضر او في المدرجات، ملعب بالنسبه يعني ملعب رعب. الجماهير المصريه بتفرق جدا، الروح بتفرق جدا، شفنا ده مع منتخب حتى المنتخب الاولمبي لما كان مع كابتن شوقي غريب لو تفتكروا، كسبنا بطوله المنتخب الاولمبي دي لما صعدنا الاولمبياد بالروح بتاعه اللعيبه وروح المشجعين، ما كناش الافضل فنيا ولكن كان بالنسبه لنا موضوع الروح وعامل الجمهور. اتمنى ان شاء الله ان احنا نحسم ال 90 دقيقه الاولى هنا، لانه باي عدد من الاهداف وان شاء الله نقدر نوصل للي احنا عايزينه في مباراه العوده هنكون مرتاحين جدا. وانا والله عندي نوع من انواع التفاؤل اللي موجود داخل معسكر الفراعنه، يعني انا بنقله للناس انه في نوع من انواع التفاؤل مصحوب بالحذر والتركيز احنا متعودين دايما انت بتجيب لنا الكواليس اللي محدش عارفها، فده حاجه تخلينا نتفائل كمان معاك. بالظبط يا جمانه، يعني احنا انا والله بنقول لكم اللي بيحصل داخل المعسكر سواء من حزم وشده من كارلوس كروش او تركيز مصحوب بحذر من اللعيبه وتفاؤل شديد، ان شاء الله ده يكلل بالفوز وباللي احنا ان شاء الله ان شاء الله في المباراه الاولى للمنتخب بغض النظر مين يلعب. وزي ما شاذلي قال في البدايه انه الراجل ليه كل الحق في كل الاختيارات، لانه هو اكيد مش هيختار عناصر عايز يخسر، ده الراجل عايز يكسب وعايز بكل تاكيد. وهو جاي في الاساس لو تفتكر يا احمد وكان في مداخلات معاك قبل كده كنا بنتكلم عن هذا الموضوع، ان كارلوس كيروش من البدايه وكان عينه على الصعود لكاس العالم، حتى لما كان في مؤتمر صحفي تقريبا كان بيتكلم فيه عن البطوله الافريقيه وقال انه اهم حاجه عندي هي كاس العالم، فقعد مع محمد صلاح لو تفتكر واتكلم معاه وقال له لا البطوله الافريقيه دي بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا كمصريين. فهو الراجل جاي وعينه على الصعود لكاس العالم، فازاي هيفكر في مباراه الذهاب يوم الجمعه الجاي؟ حتى لو بالظبط تتكلم بال 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 في النقطه دي بالذات يا شاذلي، هو الراجل من يوم ما جه وكان اتفاق مع المجلس السابق لاتحاد الكوره على كاس العالم، وكنا قلنا ده وذكرناه عندكم في البرنامج، وهو لو شفنا الاستراتيجيه بتاعته الراجل ده بياخد الموضوع خطوه بخطوه. يعني حتى ما يطلع هو لما اتضح من تصريحاته ان هو كان يعني هو عاشق لرفع الضغوط عن اللعيبه، يعني من قربي من عايز ياخدها واحده واحده. يعني هو كمان انا لما اقول ان انا مش رايح انافس على بطوله الامم، بس لما بيقعد مع اللعيبه بيقول لهم لا انا جاي انافس، بس هو بيرفع عنهم الضغوط امام الجمهور والراي العام، وده كان ليه مردود ايجابي في البطوله. هو الراجل كمان استعداداته للماتشات بتاعه كاس العالم وان هو يستبعد لعيب ويدخل لعيب وبيدل على ان هو ما عندوش موقف شخصي، بدليل في أول معسكر استبعد أفشة وشريف، ثاني معسكر بنلاقي شريف، دلوقتي ما بنلاقيش شريف وبنلاقي أفشة. بعض الناس على حسب احتياجه للاعب مش أكتر. إنه في مشاكل، إنه في أزمات، فالراجل بيدي رسالة لا أنا ما عنديش أي أزمات خالص، ما عنديش أي مشاكل مع لعيبة. وزي ما ذكرنا بالظبط هو هدفه الأسمى والأساسي دي هو الوصول لكأس العالم، وهو شغال على ده، وهو جاي علشان ينجح مع ده يكون إنجاز تاريخي ليه يضاف لتاريخه اللي قبل كده، وكمان يبقى إنجاز هو صنعه مع منتخب مصر. طيب احمد، يعني بص الحقيقه انه من البطوله الافريقيه وشفنا ابو جبل وشفنا الشناوي، دلوقتي في سجال دائر كده على السوشيال ميديا مين اقرب انه يبتدي بيه كارلوس كروش، يعني تفتكر ابو جبل ولا الشناوي هو مين اللي هيبدا المباراه؟ من شهر كده كنت حد برضه سالني نفس السؤال وما كانش محمد الشناوي بيلعب، ما كانش لسه لعب، قلت لهم ان شاء الله محمد الشناوي هيرجع ماتش المقصه وهو اللي هيقف ماتش السنغال، فيعني قولا واحدا محمد الشناوي هو حارس المنتخب، ربنا يبعد عنه الاصابات ما يكونش فيه اي حاجه، هو حارس منتخب مصر امام السنغال محمد الشناوي. مش هيكون في اي لعب كتير في التشكيل بتاع منتخب مصر عن المباراه النهائيه بتاعه السنغال، اللهم يعني هيبقى عمر كمال مثلا ولا عمر جابر، الناس بتبقى دي حاله جدل شويه، ولكن الاقرب عمر كمال يبقى داخل الارض، عمر جابر خارج الارض، يعني لبعض الاسباب داخل فكر الجهاز الفني ان انا عايز اهاجم على ارضي لما اروح هناك العب باستراتيجيه مختلفه فدافع، بجانب ان الثلاثه اللي في نص الملعب هيبقى برضو الفكر هل ان انا هنا هبدا بنني وسوليه ومعاهم مثلا زيزو
يبقى انا بهاجم على ارضي او تريزيجيه في الناحيه الدفاعيه هناك. يعني دي بتبقى يعني النقطه اللي بتتكلم فيها دي يا احمد دي ممكن نقول تاكتكس او بسبب الاصابات يعني او ليها اسباب مختلفه، لكن احنا بنتكلم انا بسالك تحديدا عن حراسه المرمى، لانه حراسه المرمى هو دوره معروف، ولكن زي ما كنا بنتكلم وانت كنت بتتكلم دلوقتي انه الناس شافت الشناوي وبعدين شافت ابو جبل. بس سؤالي بقى الثاني ليك يعني طبعا متعلق بنفس الموضوع، هو بما انك هناك وفي المعسكر وشايف التدريبات وشايف اللي بيحصل، اداء ابو جبل؟ لا هو ابو جبل، وبصي هديكي مثلا، لانه في بعض الناس قالت انه اداء ابو جبل تاثر. اداء ابو جبل تاثر، اداء محمد الشناوي تاثر، ولكن التاثيرات اللي حوالين ابو جبل اكتر من اللي حواليه الشناوي، بمعنى انه الجهاز الفني ما بياخدش بالمستوى الفني فقط، لانه محمد ابو جبل اثير حواليه كلام كتير الفتره اللي فاتت، هو قاعد في الزمالك، هو ماشي، هو رايح، هو جاي، فكل عشان كده كنت بسالك نادي الزمالك بنهايه الموسم، فنوع من انواع التركيز بيقل عنده حتى لو 10%، ففي مباراه اللي زي دي لازم التركيز يبقى في 100% عند اللعيبه، وده اللي الجهاز الفني شغال عليه مع محمد الشناوي. عظيم. لازم يبقى بننسى مباراه دوري ابطال افريقيا، بننسى مباراه الدوري المصري، تركيزنا على هذه المباراه. علشان كده بقول لك العوامل اللي حوالين ابو جبل هي اللي بعدها عن المباراه، مش حاجه تانية. فبالتالي محمد الشناوي هو حارس المرمى الاساسي. طيب تمام، ده ما يمنعش يا شاذلي ان الثلاثه مركزين بما فيهم محمد صبحي بكل تاكيد مستعدين طبعا، وان الثلاثه عندهم روح عاليه جدا استعداد للمباراه، والثلاثه لعبوا في البطوله يعني. طيب وفقا للوضع الحالي، الوضع الراهن بالاصابات زي ما انت قلت بالناس اللي موجوده في الفريق اللي انضموا للمعسكر، هل هنستغل عنصر الجمهور وهنستغل الارض في انه يبدا كارلوس كيروش ضاغط من البدايه؟ ده امر طبيعي، انه بس هيبقى ضغط مصحوب بحذر لسبب بسيط، لانه احنا لو لا قدر الله اتخطفنا جون تعويضه صعب مع مثل هذه المنتخبات، لان انت بتلعب منتخب قوي على المستويين، ان كان عنده بعض الخلل شويه دفاعيا، لكن على المستوى الهجومي هو منتخب قوي جدا، فبرضه انت لازم تبقى حذر، ما تقدرش تفتح معاهم خطوط لعبك، لان هو فنيا يقدر يخترق من كل الخطوط سواء على الصعيد الظاهرين او في قلب الملعب. فبالتالي احنا بالنسبه لنا هنهاجم هنا، بس مهاجمه ان انا اقدر يعني اخطف وارجع برضو نفس الحكايه، لانه احنا عندنا دي تخلي احمد بقى كارلوس كيروش واخد باله من حاجه دي كويس قوي، ان هو عارف ان المنتخب ده بيلعب على المرتدات، فيخلي خط الوسط سريع بيتحرك بيقدر يرجع يأدي واجبه الدفاعي وفي نفس الوقت واقف متمركز كويس. وكمان استراتيجيات كل فريق بتختلف، يعني هو منتخب السنغال لما يجي يلعب معاك هنا هو عنده بيلعب على حاجتين مش حاجه واحده، بيلعب على فوز وبيلعب على تعادل، هو كده مش خسران، عشان خاطر لما يرجع يلعب على ارضه هو عنده افضليه يلعب على الفوز، لانه هيهاجم بكل شراسه، لانه وسط ارضه وسط جمهوره. احنا كمان هنعمل ده على ارضنا، بس لازم نعمل ده بحذر، لانه انت شايف انه معسكراتنا ما بتبقاش كتير، تجمع المنتخب ما بيبقاش كتير، الراجل كروش بيطبق فكره داخل الايام القليله اللي بيقدر يتجمع فيها. فاعتقد ان احنا هنهاجم بس الهجوم اللي هو اللعب على المرتدات، لانه فتح خطوطنا مع منتخب مثل السنغال لا يخلينا ندفع فاتوره تبقى غاليه جدا، فالراجل مش بالضروره ان هو هينزل هنا فهيلعب 3 4 مهاجمين ويطير الاجنحه ويطير قلب الملعب، لانه احنا لو اتخطفنا لا قدر الله الموضوع هيبقى صعب جدا ان شاء الله باذن الله ما يحصلش يعني. احمد، وبنتمنى طبعا كل التوفيق في المباراتين الجمعه والثلاثه اللي جايين. بنشكرك احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك.